التقيت مساء هذا اليوم مع الوفد الرسمي مع فخامه الرئيس الجزائر فخامه الرئيس عبد المجيد طبون وقدمنا له تحيات اخيه الرئيس محمود عباس رئيس دوله فلسطين وشكر الرئيس عباس والشعب الفلسطيني والحكومه الفلسطينيه للدعم المستمر الذي تقدمه جمهوريه الجزائر في كل القضايا السياسيه والوطنيه والاقتصاديه. قدمنا ايضا لفخامه الرئيس الشكر للجهد الخاص الذي تبذله جمهوريه الجزائر من خلال الدبلوماسيه الجزائريه وعضويتها في مجلس الامن الدولي من اجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى طلب دعم طلب فلسطين للانضمام كعضو كامل في الامم المتحده خلال هذه الايام وقد ولم نتفاجا بذلك اكد فخامه الرئيس على استمرار هذا الدعم حتى تنال دوله فلسطين العضويه الكامله وان شاء الله الاستقلال الكامل لفلسطين في المستقبل من ناحيه اخرى شكرنا فخامه الرئيس على دعم الجزائر لجهود الاغاثه في قطاع غزه الحبيب الذي يعاني من حرب شعواء يشنها العدو الاسرائيلي وشكرنا الرئيس على الدعم الذي يتم تقديمه من اجل محاوله وقف اطلاق النار لكن ايضا جهود الاغاثه، اغاثه شعبنا في هذا الوضع الصعب واكد لنا فخامه الرئيس لو حاله لو سمحت الظروف فانه مستعد ان يضاعف هذه الجهود فان شاء الله ونطلب من الجميع ان يسهل مهمه الاغاثه الى اهلنا في غزه حتى تدخل المساعدات بشكل اكبر بكثير وبسرعه اكثر ويتم توزيعها بطريقه مناسبه وطريقه عادله حتى يبقى ابناء شعبنا في وطنهم ونخفف عنهم قدر الامكان من هذه المعاناه وهذا الوضع غير الانساني اللي يتعرض له هذا الشعب. املنا كبير في امتنا العربيه، املنا كبير في اخواننا في الجزائر، املنا ايضا كبير في شعبنا ابناء شعبنا في فلسطين وصمودهم على ارضهم بالرغم من كل مضايقات وتحديات الاحتلال النصر ان شاء الله لفلسطين والنصر لامتنا العربيه وشكرا لكم.